بهذه الشعارات استعاد البحرانيون يوم أمس الاثنين عنفوان ثورتهم باستحضارهم بعضا من انتهاكات نظام الحكم التي تسيطر قبيلة آل خليفة على جميع مفاصله. وتزامنت هذه الفعالية مع تمكن معتقلين سياسيين من الفرار من سجن جو المركزي الذي يعتبر الأكثر تحصينا والأسوأ سمعة، الأمر الذي كسر هيبة السلطة ليبعث بذلك روحا جديدة في الثوار ويزرع الخيبة والإحباط في الأجهزة الأمنية التي يشرف عليها خبراء أمريكيون وبريطانيون كجون تيموني وجون ييتس. الجماهير الثائرة لبت يوم أمس نداء الحرائر المعتقلات من خلال مشاركتها الحاشدة في فعالية انتفاضة الأعراض التي دعت لها مجاميع ثورية في هبة يرى مراقبون أنها ترسم ملامح مرحلة جديدة تكون فيها المبادرة لقبضات الثائرين وتضع حدا لانتهاكات السلطة الممنهجة للأعراض، ولتقول كل الصامتين والمتخاذلين أن الشعب البحراني سيبادر إلى الذود عن أعراضه مهما كلف الثمن، وسيحاسب جميع من انتهك الأعراض بدءا من الحاكم حمد عيسى الخليفة وولي عهده ورئيس وزرائه.